أنا الدكتورة ليلى مظهر عيسى، استشاري طب الأطفال مستشفى وادي النيل. أنا بتكلم النهاردة عن أهمية الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للطفل في أول سنتين في عمره، لأنها بتزود مناعة الطفل، فبتقلل الإصابة بالأمراض، وبتزود نسبة ذكائه طبعا، وللمستقبل حتى الطفل لما يكبر ويبقى شاب وراجل، أو يعني يكبر هيبقى حالته الصحية هتبقى أحسن بكتير من الطفل اللي واخد رضاعة صناعية. لو الأم لبنها مش مكفي، ساعتها ممكن إن إحنا نتزود عليها رضاعة صناعية. إمتى ما الأم ما تجي بس توقف الرضاعة بتاعتها وتدي لبن صناعي؟ لو الأم مسبب مرض من الأمراض اللي هي تمنع إنها تاخد إنها ترضع، لأن في أدوية بتنزل في لبن الأم، فما هيبقى كده خطر على الطفل. ولو الأم ما عندهاش لبن خالص، ممكن الأم ما عندهاش لبن خالص تبقى واخدة مضادات حيوية كتير، فما يبقاش فيه لبن، فساعتها إنها تبقى مضطرة إنها تديله لبن صناعي. بس ده مش أول حاجة عندنا، إن احنا نبتدي بلبن صناعي خالص. وبعدين في حاجة تانية مهمة جدا، الإصابة بالسمنة. الطفل اللي هو بياخد رضاعة صناعية وزنه بيبقى زايد عن الطفل اللي هو الطبيعي. في ناس بتفرح جدا بالموضوع ده، ان الطفل تخن وبقى تخين وكده، بس كده غلط، لانه هو هيكبر هيبقى تخين برضه، وهيبقى صعب ان هو ينزل وزنه. وطبعا الاصابه بالسمنه دي مشكله جامده جدا جدا جدا، وممكن هيجيله امراض كتير بعد كده في المستقبل، يبقى فيه كوليسترول زياده وضغط دم زياده وحاجات مشاكل احنا في غنى عنها. فانا انصح بالرضاعه الطبيعيه اول سنتين في عمر الطفل. وشكرا.